اهلا بكم، معكم عمر عادل وفيديو جديد هنتكلم فيه على الهيلث بروبلمز او المشاكل الصحيه ازاي نوصفها بالانجلش. الفيديو ده مناسب لحد مستوى من B1 لB2، يعني حد مستوى متوسط او اعلى من المتوسط. طب لو انت مستواك مبتدئ هتستفيد، ولكن مش دي انسب حاجه ليك. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نوصف بعض المشاكل الصحيه باللغه الانجليزيه. يلا بينا. اول كلمه معانا هي كلمه unconscious، اللي هي غائب عن الوعي او فاقد للوعي. فاقد للوعي. اوكي، هتلاحظوا هنا ان احنا قلنا unconscious. She's unconscious، هي فاقده للوعي. Her eyes are closed، عينيها مقفوله. Her eyes are closed، يبقى هي unconscious. تاني مصطلح معانا هي كلمه diarrhea. حاول ننطقها كده diarrhea. ده كده النطق بتاعها. تعال نشوف معناها ونحاول نخمن معناها من الجملة. He went to the toilet 6 times. دخل الحمام 6 مرات. He might have diarrhea. So what is the meaning of diarrhea? أيوه، diarrhea اللي هو الإسهال. يبقى diarrhea. وخلي بالكم الستريس على السكند بارت، على الجزء الثاني. diarrhea. بعد كده معانا كلمة dizzy. بصوا كده، this girl or Sarah feels dizzy. اوكي، يبقى dizzy اللي هي دايخه، تشعر بالدوران. Everything is spinning around her. بعد كده معانا كلمه allergic. وخلي بالكم ان هنا صوت الA بيبقى شوا، ايه aller، وبعد كده صوت الجي بيبقى دج. Allergic. حسن is allergic to strawberries. يعني حسن عنده ايه اللي ممكن يجي لنا لو كلت اكلة معينة او لمست حاجة معينة؟ حساسية. Allergic. وخلي بالكو بيجي معاها حرف الجر to، preposition to. Allergic to. Are you allergic to anything؟ لو حد عنده حساسية من حاجة يكتب لنا مثال في الكومنتس. I am allergic to. وقول بقى الحاجة اللي انت عندك حساسية منها. اوكي، بعد كده معانا high or low blood pressure. Pressure اللي هو ضغط الدم. يبقى ممكن يبقى high blood pressure، ارتفاع ضغط الدم، او low blood pressure اللي هو انخفاض ضغط الدم. لو بعد الشرع عليكم يعني بتعانوا من اي مشكله برضو اكتبوا لنا في الكومنت. Do you have high blood pressure؟ Do you have low blood pressure؟ بعد كده معانا his toe is blue. His toe is blue. صباع رجله مزرق. He had a bruise on it. عنده فيه ورم أو احتباس دموي اللي هو لون مزرق. Bruise. He had a bruise. يبقى bruise. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تحطوا الكلمات في exams من عندكم، وهكون مبسوط قوي لو حطتوها في الكومنتس. وزي ما قلنا، أهم من الشرح هي الممارسة. عشان كده الناس اللي هتكتب كومنتس هبعت لهم exercise في أسئلة على الكلمات دي عشان نبقى اتمرنا عليهم. ما تنسوش تابعوني عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة. Thank you for watching. Bye bye.